فإننا نقول بأن انقطاع التيار الكهربائي ونفاذ كميات الوقود الموجودة حاليا في المولدات الكهربائية والتي قد لا تفي إلا لثلاثة أيام على أكثر حد، وإننا في وزارة الصحة إذ نستخدم المولدات الكهربائية لنعطي الخدمات الصحية كهرباء تعويضية لتستمر معها الحياة لكافة مرضى قطاع غزة، فإننا نقول بأن وزارة الصحة في مرافقها الصحية تحتاج كل شهر إلى 450 ألف لتر من السولار في حال انقطاع التيار الكهربائي لثمان ساعات يوميا، وكل ساعة إضافية تنقطع فيها التيار الكهربائي فإن هذا يتطلب من وزارة الصحة توفير ما لا يقل عن 2000 لتر سولار كل ساعة. يلا يا أولاد. نحن نتحدث عن 40 غرفة عمليات لربما تتوقف في أي لحظة، و11 غرفة عمليات للولادات القيصرية، إضافة إلى 117 جهاز لمرضى الفشل الكلوي، حيث لدينا ما يزيد عن 620 مريض فشل كلوي يحتاجون إلى غسيل كلوي مدمم ثلاثة مرات أسبوعيا، وهذه الأجهزة تعتبر الحياة الكاملة لهؤلاء المرضى، إضافة إلى ما يزيد عن 100 منوم في العنايات الفائقة، والذين حياتهم الصحية ووضعهم الصحي يتطلب استمرار التيار الكهربائي على الأجهزة الطبية على أسرة العلاج، إضافة إلى ما يزيد عن 113 طفل من الأطفال الخدج في حضانات الأطفال والتي تمثل لهم الحياة الكاملة، إضافة إلى 50 مختبر طبي و10 من بنوك الدم في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة، ناهيك عن آلاف المواطنين الذين يرتادون أقسام الطوارئ كل يوم في مستشفيات قطاع غزة، إضافة إلى مئات الأصناف من الأدوية الحساسة والمواد المخبرية والتطعيمات الخاصة بالأطفال والتي إذا انقطع عنها التيار الكهربائي فإنها تتلف بالكامل. نطالب كافة المؤسسات الإنسانية والإغاثية بالتحرك العاجل وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات قطاع غزة قبل حلول الكارثة على مرضى القطاع. نقول للسلطة الوطنية الفلسطينية ولحكومتها التي تجاهل قطاع غزة أن كفى تجاهلا، وعليك بالقيام بمسؤولياتك الكاملة قبل فوات الأوان.